كلنا كنا بنتابع كأس العالم أو معظمنا، وأنت بتعلق على كأس العالم، كنت مسافر في البرازيل، والحقيقة الأجواء كمان كانت مشوقة جدا، وفجأة قالوا لا ده الماتش النهائي مش هيعلق عليه ومش هيكون موجود، أصل له صديق توفي. مش تقليل من قيمة الصداقة، بس يعني يعني ممكن واحد يتخيل انه طب ما انت ممكن تخلص المباراة النهائية كانت فاضل لها يومين وترجع، يعني واجب العزاء ممكن تأديه بعدها بأيام. صح. ايه اللي حصل؟ والله بصي، اصل هو محمد مختلف شوية، المستشار محمد وجيه. وجيه بالنسبة لي كان اخويا، يعني مش في صورة المستشار محمد وجيه صغير هنا قوي، رئيس نيابات الجيزة. كان في دورة رمضانية، كان أخويا يعني. فالموضوع بيبقى مختلف عن واحد صاحبك عادي، في ناس يعني صحابك عادية وفي ناس صحابك قوي، فهو كان أنتيم يعني. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله يا رب. ايوه بس ممكن التفكير العقلاني جدا انك تقول انا هخلص شغلي وبعد كده اروح، ده العقلاني جدا واللي ما فيهوش على فكره. بصي ما بتفكريش لما واحد يبقى اخوك، يعني ما بتفكريش في شغلي بصراحه، والدنيا بتبقى صعبه انك تشتغلي في الوقت ده، ومش هتعرفي تجمعي حاجه، مش هتعرفي تتكلمي في حاجه، لانها مفاجاه. ولد عنده 38 سنه، صغير جدا يعني. انت اتصدمت، احكي لي عرفت الخبر ازاي؟ يعني كان يوم جمعه، كان 12/7، واتبعتت لي مسج من واحد ما اعرفوش، يعني ما اعرفش مين بعت لي مسج، حد على التليفون بعت لي، قال لي بقاء الله، فما ركزتش يعني، قلت بقاء الله في محمد وجيه، فما جاش في دماغي يعني، ما جاش في دماغي تماما يعني. فبعتت له وجيه مين اللي انت بتتكلم عليه، فبعت لي قال لي كذا كذا كذا، رئيس نيابه بين الصراط وصاحبي، يعني هو معروف انه صاحبي يعني، وانا معروف انه صاحبه. صاحبك من ايام نادي الصيد المدرسة. ولا ما هو معايا في المدرسه، في المدرسه هو معايا المدرسه من واحنا عندنا 15 سنه مثلا، بقى له عمر معايا يعني، ربنا يرحمه بقى ان شاء الله واولاده. حسبتها ازاي؟ كلمتهم قلت لهم ايه؟ فاضل يومين على ماتش النهائي. طبعا كنت ساعتها تعبان قوي، فالناس يعني برضو في، وانت بتشتغلي في اي حته في عاطفه وفي احساس بالاخر يعني، شافوني ان انا نوي ان انا اعرف اشتغل. كنتش هتعرف تكمل؟ لا طبعا نوي، حالتي النفسيه كانت صعبه، اصل انت مش متخيله يعني، ما اعرفش يعني، بس الواحد بيبقى عنده صاحبه الانتيم وصغير في السن وبتكلمي كل يوم في التليفون، يعني الموت طبعا علينا كلنا هيجي طبعًا. بس طبعًا. الصغير لما بيجي الموت بيبقى مفاجاه شويه، غير لما يكون واحد كبير، لما يكون واحد مثلا عنده في خد البروسيجرز بتاعت عيا مثلا، فبتبقى مهيئ شويه. فالناس بصراحه بحب اشكرهم يعني، شكرا جزيلا قوي يعني، كانوا متفاهمين جدا جدا، ونزلت على اول طياره يعني. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله يا رب. والحقيقه الاسره القضايا كلها كمان كانت لا هو بص اقول لك حاجه، والله محمد ده يعني الله اعلم، من احساسه عند الله ان شاء الله يعني في خير، لكن الحاجات الشواهد يعني الواحد شافها، ده حب ناس غير طبيعي ليه. انا ما حضرتش الجنازه للاسف، لان كانت تاني انا ما لحقتش البرازيل، مسافه بعيده جدا، لكن العزاء تحس يعني اقوى. انا شفتش رحت اديان كتير، لكن الناس كلها راحت، في ناس ما شافت ما تعرفوش خالص وكانوا موجودين، حب الناس كتير جدا للراجل ده، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتتكلم عليه كويس. ف في ناس كده لما بيبقوا زي المستشار محمد وجيه اللي انا ما اعرفوش، بس اللي تبقى سيرتهم عطره كده، الواحد لازم يترحم عليهم حتى لو ما يعرفهمش، ويدعو لاهله ولاصحابه يا رب ان شاء الله اولاده يعني، ان شاء الله ربنا يعني اولادنا يعني، هم اولادي يعني اكيد، اولاد صحابه كتير يعني، محمد سايب اخوات كتير يعني، ان شاء الله يبقى معاهم. والدته ما عندهاش غير محمد واخته، ف يعني والدته الطيبه ربنا يعني يصبرها، ومراته طبعا يعني ربنا يكرم ان شاء الله. هو نفسه مطمئنه ان شاء الله يعني في الجنة ورحمتها، بس في ناس ممكن تشوف ده على انه ضعف يعني. انا بكون احترام كبير للتصرف اللي انت عملته، بس في ناس ممكن تشوف انه ده ضعف،
يا جماعة ده شغل، ده مش عارف ايه، انه ما قدرش يكمل التعليق على المباريات. انت ما بتشوفش ده ضعف؟ لا صعب جدا. بصي يعني مع احترامي طبعا، ماتشات بتروح وتيجي، كاس عالم طبعا فرصه كبيره جدا وشرف الواحد يكون متواجد في كاس عالم، لكن ما فيش حاجه اكتر من الصداقه، خصوصا لو صديق عمرك يعني، فبتبقى يعني مش هي اللي هتقف عليها المباراه دي، او دي اللي هتقويك او هتزودك في مجالك الاعلامي لو قعدت، لكن انك ما تكونش موجود او حتى ما تشوفش يعني تبقى صعبة. انت في حياتك بتسمع كلام عاطفتك وقلبك اكتر؟ واضح. ومش متضايق يعني، بالعكس بشوف انها حاجة. الناس البني ادمين لازم يكون عندهم مشاعر يعني، وعندهم احاسيس وعندهم شعور، عشان العلاقات الانسانية اهم من العلاقات. الشغل مهم والحاجات دي مهمة، بس ما اعرفش انا كحازم دايما طول عمري وانا بلعب كورة دايما بحب، وفي حاجة انسانية وعلاقات يعني، واحد بيحب نادي الزمالك تعاد فلوس كتير جدا واحدة التانية، لكن بحب المكان ده. ممكن بعد كده لما ابص من ناحية شغل ده هبل مثلا، انت بتضحي بفلوس كتير عشان تقعد، ولكن انت بتحب المكان، بتحبش حتى في الشغل مثلا بحب حاجة معينة بشتغل فيها، بيجي لي حاجات مثلا في حتة تانية، لكن انا بحب خلاص المكان، بحب اقعد مع الناس اللي هم معايا يعني.